الواجب علينا جميعا أن نعمم القرآن بين المسلمين. قرآن قسم من أحكامه موجودة، أما الشيء اللي مو موجود هذه الآية مو موجودة. إنما المؤمنون إخوة. الحكم الثاني الساقط، الأمة الإسلامية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الآية مسحوقة في كل بلاد الإسلام. الشيء الثالث الساقط في القرآن الحكيم ولا يعمل بها أبدا في البلاد الإسلامية، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليها. حريات كلها سحقت في كل البلاد الإسلامية. الإنسان حر في تجارته، حر في زراعته، حر في صناعته، حر في سفره، حر في إقامته، حر في عمرانه، الأرض لله ولمن عمرها، حر في إبداء رأيه، وألف حرية كلها مسحوقة. تريد تدفن ميت بجواز، تريد تسافر بإجازة، تبني بإجازة، تشتري بإجازة، تبيع بإجازة، كل شيء صار بإجازة. يعني شنو يعني الحريات الإسلامية سقطت؟ فإسلام هكذا تريدون يمشي؟ ما يمشي، ولذا ما مشينا، ولذا تأخرنا. ذلك بما كسبت أيديكم، الله يقول، وإن الله ليس بظلام للعبيد.